تحول كبير يشهده العالم بسبب التغيرات المناخية التي ما زالت تمثل التحدي الأكبر الذي لا يستطيع العالم أن يتصدى له حتى الآن، في ظل الارتفاع الكبير في درجة حرارة الأرض، مما أصبح له أضرار سلبية على المحاصيل الزراعية والقطاعات الأخرى كافة على مستوى العالم. وفي تطور جديد كشفه التحليل المبدئي لبيانات الأقمار الاصطناعية الأمريكية، فإن الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية انحسر ووصل إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة هذا الشتاء، مسجلاً رقماً يثير القلق بشكل بالغ. وفقاً لبيانات وكالة الفضاء والمركز الوطني الأمريكيين، فقد بلغ الحد الأقصى للجليد البحري في القطب الجنوبي 16.96 مليون كيلومتر مربع في العاشر من سبتمبر 2023، ليصبح أدنى حد شتوي منذ بداية تسجيل بيانات الأقمار الاصطناعية في عام 1979، ويقل بنحو مليون كيلومتر مربع عن الرقم القياسي السابق المسجل في شتاء عام 1986. التغير الجديد سيكون له تأثيرات وخيمة على الحيوانات مثل البطاريق التي تتكاثر وتربي صغارها على سطح البحر الجليدي، وسيفاقم أيضاً أزمة المناخ، إذ سيقلص كمية ضوء الشمس التي يعكسها الجليد الأبيض إلى الفضاء، حيث يؤدي انعكاس ضوء الشمس على السطح الجليدي إلى ارتداد تلك الأشعة مع ما تحمله من حرارة إلى خارج الأرض، مما يخفض حرارتها، وحينما لا يحصل ذلك يبقى الضوء مع ما يحمله من حرارة ضمن الغلاف الجوي للأرض، فيزيد ظاهرة الاحتباس الحراري، ما يزيد أهمية التكاتف العالمي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية بشكل عاجل.